تعالى بقى نخش على المهم. يلا النهارده زي ما كنت بقول لحضراتكم الساعه 6 مساء باذن الله عندنا مواجهه مهمه جدا للاهلي امام سموحه، ده طبعا في نصف نهائي كاس مصر، هيكون على استاد القاهره الدولي، ده الاستاد المحبب للاهلاويه والكالر بالمناسبه، ودايما أيوة. كان بيتكلم ان استاد القاهره من افضل الاستادات ليه، وشايفه كمان ان هو كاستاد زي ما بيتقال كده كريم نظيف او النجيله بتاعته حلوه يعني، فده يعتبر فال حلو كبدايه او يعني الى يعني فاهم، اعتقد برضو الملعب بيفرق بشكل كبير جدا. الفريق طبعا بقياده كولر امبارح كان بيستعد بقى بقوه شديده باذن الله، يكون في التركيز، يكون في اللعب الحلو، يكون في كده عوده الروح مره تانية اللي احنا بصراحه من بدايه هذا الموسم اعتقد ان هي موجوده عندنا وبشكل كبير جدا، وعايزين نلعب باسم النادي الاهلي، عايزين نلعب روح النادي الاهلي، ده مهم قوي، روح النادي الاهلي ده مش كلام وخلاص، ده كلام يعني عن تاريخ، ده كلام بيثبت ان ممكن انت فعلا يا كريم لو لعبت بروح النادي الاهلي اللي بتكون في بعض الاحيان بالمناسبه برضو غايبه، لكن روح النادي الاهلي بتبقى موجوده، والكيمستري ما بين اللعيبه وغيره ده بيفرق بشكل كبير جدا طبعا. كمان على مستوى اللعب وعلى المباراه وعلى حلاوه الاداء، الناس وهي بتتفرج والجماهير وهي بتتفرج بتبقى فعلا بتستمتع. امبارح كمان كان في خبر يمكن اسعد البعض والبعض الاخر طبعا احزنه، فوز فريق بيراميدز، ويعني نتكلم هنا لنهائي بقى كاس مصر 2021 22 بعد لما فاز على الزمالك كانت بنتيجه 4-3، ماتش كان قوي جدا برضو طبعا كان انتهى بركلات الترجيح. هيقابل المفروض بقى الفائز بين مواجهه الاهلي وسموحه ان شاء الله كمان علشان يبقى فيه كده نهائي ونشوف بقى نهائي حلو ولعب كمان حلو باذن الله، الاهلي هو اللي يتوج بيها، نتمنى اكيد ذلك.